أسخن كوكب في المجموعة الشمسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد إيهاب، والنهاردة هنتكلم عن كوكب الزهرة. كوكب الزهرة بيلف حوالين نفسه كل 243 يوم من أيام الأرض تقريبا، وبيلف حوالين الشمس كل 224 من يوم من أيام الأرض تقريبا، وكده معناه إن اليوم عليه أطول من السنة عليه. والزهرة ملوش أقمار، يبقى هو المركز الأخير من حيث عدد الأقمار هو وعطارد. تمام. طبعا الغلاف الجوي بتاع عطارد مكون من 96% ونص من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتلاتة ونص نيتروجين، 3.5%. والمتوسط الحرارة بتاع كوكب الزهرة 462 درجة، وكده يكون أسخن كوكب في المجموعة الشمسية. قطر الزهرة 12,000 كيلو متر و103 كيلو متر. تمام. واتكلمنا في الحالة اللي فاتت، في الحالة اللي قبل اللي فاتت، إن كوكب الأرض قطره 12,740 كيلو متر كيلو متر. وانتوا عارفين ان الزهرة اخت الارض، بس ايه، الزهرة اصغر من الارض بشوية صغيرين، ب600 كيلو كده. تمام. الزهرة مسافتها ما بينها وبين الشمس 108 مليون و200 الف كيلو متر. كيلو متر. تمام. يعني هي مسافة كبيرة شوية، لان المجموعة الشمسية كبيرة وصعب جدا انها تترسم، فالطبيعي انها تبقى بعيدة شوية عن الشمس، رغم ان هي تاني اقرب كوكب للشمس. تمام. وكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عايزين تكتبوا اي اسئلة اكتبوها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.